السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على الكاف، وين تعتمد 7 ملاعب جزائريه لاحتضان مباريات المنافسه الافريقيه، ونتعرف عليها. شو عندنا قادرين؟ خاطر حنايا ماشي قضيه تاع الكاف راهي ديرنا في المشاكل، ولا التوانسه ولا المغاربه ولا المصاربه ولا يديرونا في مشاكل. حنا هنا حنا تيب انت يعني كيما نقولوا حنا الزيرو تاع اللي متكلف بالاول باش ينقي تاع النظافه، مسؤول تاع النظافه، تيبو تارك الملعب، تيبو تاركين باش يزقي تاركه، باش من تاركه من بعد نروحوا نحصلوا بالغاشي. اليوم ما راهيش كاينه مؤامره، اليوم الحمد لله يا ربي. الناس اللي كانوا يخرجوا يقول لك مؤامره ضد المدرب الفلاني، مدرب من بيخربوا له، راهم يديروا له باش يخسر، باش يطرد، يبدلوا له وسطا، يبدلوا له من هذيك راحت. طيب هذيك تهنينا منها، تهنينا وهذه الحاجه تاع المؤامره، تهنينا من حاجه يسموها المؤامره، الحمد لله يا ربي. بصح اليوم احنا ما نقولوش مؤامره، احنا غادي نقولوا باللي يعني هذه بسبب عدم المسؤوليه عند المسؤول، ولازم محاسبه اخويا. هذه ليدر الصوالح ليدر منا، واحد قال لي لا داروها للمدير تاع الملعب. المدير تاع الملعب كي يجي داخل نورمالمون مدير تاع مسؤول مع الصباح ضرب دوره في السطاد، دوره هكا في السطاد، رقب شوف في التريبي، لمشي انت وصاحبك راك تمشي، راك تهدر باللي نديروا منا نزيدوا اشهار باللي، وراك تشوف في التريبي، وراك تمشي وتشوف، عندك كاميرا تسع الكاميرا تشوف التريبي. انت انا واحد قال لي لا شوبير، قال لي وبالك داروها للمدير باش يطردوه. هاو المدير عنده الكاميرات، المدير مع الصباح يجي با يخدم، مع الصباح قدام ندخل البيرو تاعي نعيط المسؤول تاع النظافه ندور معاه نشوف، ومن بعد نهود المخزن تاع المياه نشوف، نقول لهم نقوا الباسان تاع الماء، نقوا منا، ديروا الماء بقي، ديروا منا خووا ونقوا منا، ندور نشوف التيوات، يا ترى التيوات مليح، الرش مليح، منا، كاين بزاف صوالح. انا كي تقول لي انت الى مدير عارف باللي الناس غيتخرب له من تحت، نولي كل يوم واقف على الصوالح، ما كاش رابور، اضطر تجيب واحد اخر ما نقراش كاع. قالت لي يجي غادي يسقسي على طرد فلان، او دي صاب عرف تاع سلامي طايح، قارو بونتو تاع قارو طايح، اي طرده هذا كيولي نقول لك حاجه، الدفله يمسحها. لازم كيما هاك، لازم كيما تكون الصرامه هذه هي. حنا المهم 7 ملاعب قادرين يجوا عندنا يلعبوا افريقيا، نحن افريقيا، نحن من افريقيا ونفتخر باننا افريقيا، ونحن من افريقيا ونعيش في افريقيا ونموت في افريقيا. ما نديروش كيما الناس اللي كان يقول لك كوغيدونا نلعبوا في اسيا، ولا كيما ديك الجحشه قالت لهم نروحوا نعيشوا ما بين البرتغال. ما شكون اللي باغي يقبلك؟ ما شكون اللي باغي يبيع بلاده؟ الا انتم تبيعوا البلاد، الناس ما يبيعوش بلادهم. كي نبيع انا، كي نروح نخرج انا من بلادي، انا ما نخرجش بلادي، ما نخربش بلادي على جال بطني. لا، ما نخربش وطني على جال بطني، ماشي على جال كرشي نتمنى الجزائر تشعل فيها النار. علاه؟ او عندنا وليدات وعندنا منا وعندنا ناس وعندنا كي يموت واحد، انا يموت واحد في الطعرف ننظر، يموت واحد في باب العسى ننظر. واولا لا، الكاف تعتمد 7 ملاعب جزائرية لاحتضان مباريات المنافسة الإفريقية ونتعرف عليها. وأعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتمدت 7 ملاعب جزائرية من أجل استضافة مباريات الدور التمهيدي الثاني للمنافسة الإفريقية للموسم الكروي 2024-2025. واعتمدت هيئة باتريس مونتيبي بشكل مبدئي ملعب 5 جويلية ونيلسون مانديلا والشهيد علي عمار يعني علي لابوينت والشهيد حبلاوي بقسنطينه والمجاهد التاريخي حسين ايد احمد بالقبائل بتيزي وزو واللعاب المنتخب الوطني الجزائري ومولوديه الجزائر وسيغ وتيليمسان السيد الميلود هدفي ربي رحمه و19 ماي يوم التاريخي في الجزائر 1956 بعنابة. ويشير إلى أن الكاب اعتمدت كذلك 78 ملعب آخر
من 32 دولة إفريقية لاحتضان مباريات الدور التمهيدي الثاني. ومن المرتقب أن يمثل الجزائر في منافسة كأس الكونفدرالية شباب قسنطينة اتحاد الجزائر، فيما ستمثل مولودية الجزائر والشباب بالوزداد الجزائري في منافسة رابطة أبطال إفريقيا. ويذكر أن الجزائر تعززت بملاعب بمعيار عالمية في انتظار تسجيل ملاعب أخرى مرتقبة إن شاء الله. ماذا بنا؟ ماذا بنا خويا؟ حنا ماذا بنا الأفارقة لما ما عندوش ملاعب يجوا عندنا؟ لا ما كاش مشكل يلعبوا عندنا، ما كاش مشكل. وين المشكل؟ ما كاش مشكل. كاين مشكل؟ أنا ماذا بيا ليبيريا ما عندها استاد تجي تلعب عندنا؟ ماذا بنا؟ هذه يسموها دبلوماسية رياضية، هذه يسموها دبلوماسية رياضية. خاطر هذاك الحمار تاع بوكلبا كنا نهضروا عليها 2019 ولا يضحك عليا والناس مأمنين ولا يضحكوا ولا يقولوا لي دبلوماسية رياضية كي جاية. خاطر قلت لهم جوار مد دراهم، يقول لك بلي لازم كي تمد اليمنى اليسرى ما تنساش، هو ولا يبعني عليا ولا يقول لهم اليسرى ما تشوفش اليمنى اليمنى. عاودي روح للمحمود، روح كنت داير لك عجار باش تهدر انتيا، والله لا كنت داير لك عجار. وليتو رجاله، كونوا رجاله غير في دياركم برك، هذا مكان. وهذا الوقت وقت رانا صعيب فيه، كنا راجل برك اللي تركتو بالمؤخرة. شو بير اخ مبابي غادي يجي الجزائر يلعب؟ ماشي زعما كي اخ مبابي غادي يجي الجزائر ولا كيما غير ثاني. والله ما انا ساهمي كيفاش غادي يجي غير الجزائر ولا زعما ميخو بنجيبو اسم ولا بنجيبو لعاب؟ لازم نجيبو لعاب ماشي اسم. هاو لازم واحد لازم تفهمو مليح، تعرفو كرة قدم مليح، ما نجيبوش اسم نجيبو لعاب. كي نجيبو لعاب ما نجيبوش اسم، هذه باش تدخلوها مليح في لسانكم. هاو لازم الحسابات. هضره سهله، شو بير السعوديين عايرونا باللعاب عابد، والسعوديين عايرونا قال لك ردوا اللي فرنسي يمشي جزائري عبيد. قولوا المسيلمة المسيلمة العريضة هو يرد عليهم. قولوا له قولوا له يا روح عن المسيلمة العريضة وقولوا له قالك شو بير رد عليهم. ماذا بكم؟ ريشان روح عنده، روح عنده هيا كي تروح عندو سهل. سهل مكاش قاع مشكل. هيا الجزائر
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا ان شاء الله معكم. سعيد.